al, gönlümü al, özümü al, sesimi al, her şeyimi al. Bir dahaki gelirken, efendim, sakın beni unutma. Gittiğin yerde de unutma. Rabbime şahit ol. Bir de böyle gönderme var. Marifetle gönderme var. Marifet deyince hemen aklıma bir sonraki bölümümüzün konusu geldi. Efendim Ramazan bayramı öncesinde de, Kurban bayramı öncesinde de bir arefe. Arefemiz var. Arefeyi idrak ediyoruz, arefemiz var. Arefe neyi bilmektir? Eyvallah. Ne demektir? Onu biraz konuşacağız hocam. Eyvallah. Şimdi biraz merhaba bahsini açmış olduk. Ama öyle anladım, öyle hissettim ki burada misafir kalsın diyerek onu uğurlamak. Eyvallah. Böyle bir şuurla, bilinçle uğurlamak. Misafiri ebedileştirerek uğurlamak. Nasıl? Al. Bu mümkün mü? Evet. Eyvallah. Bu kalp olan kalıbı da al. Hani her şeyim Eyvallah. Sana feda olsun diyerek Eyvallah. Uğurlamak. Evet. Sevgili dostlar, efendim kısa bir ara vereceğiz. Bu kıymetli, güzel sohbete inşallah devam edeceğiz. Bu arada Ömer Faruk Happy Family Yardım Kuruluşu Başkanı efendim Irak'taki Ramazan'ı ve Ramazan yardımlarını bize anlatıyor. Bir iki dakika onu izleyeceğiz. Ardından bir aramız olacak. Tekrar beraber olacağız inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. شهر رمضان شهر الطاعة والغفران شهر الرحمات وشهر البركات شهرا سيد الشهور ليس كمثل الشهور الأخرى شهرا كله رحمة وكله طاعة ومغفرة لله سبحانه وتعالى نهنئ العالم الإسلامي عموما ونهنئ الشعبين الشقيقين الشعب العراقي والشعب التركي بحلول شهر رمضان المبارك ونتمنى أن الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا الشهر شهر رحمة وشهر خير وشهر بركة للأمة الإسلامية جمعاء. حقيقة شهر رمضان في العراق يكون متميز عن باقي الشهور لأن الناس في العراق يتساعدون فيما بينهم ويتكافلون بشكل كبير جدا ونحن في هذه المناسبة أيضا نقدم الشكر لأهلنا في تركيا لمساعدتهم إخوانهم في العراق من خلال دعم الأيتام ومن خلال الإفطارات الرمضانية الجماعية والإفطار المتحد والسلة الرمضانية التي يقدموها كهدية لإخوانهم في العراق. حقيقة شهر رمضان شهر عظيم، شهر فيه أحداث كبيرة وعظيمة في التاريخ الإسلامي، وفيه نزل القرآن الكريم من السماء الذي هو أكبر حدث والذي فيه ليلة القدر، ليلة القدر التي خير من ألف شهر كما يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم. فبهذه المناسبة يعني يعجز اللسان عن أن يتكلم عن بركات وخيرات شهر رمضان الكريم، لأن الفرائض في رمضان الفريضة تعادل 70 فريضة في غير رمضان، والنافلة تعادل فريضة، فشهر كله خير. حتى الصائم حتى في ارتياح الصائم وراحته ونومه هو في عبادة مستمرة، وكل هذا يعني الله سبحانه وتعالى يعني يمن علينا بهذا الشهر سنويا لكي يطهرنا من الذنوب ومن المعاصي ومن الآثام، لكي يوصلنا إلى التقوى التي بسببها وبرحمته ندخل الجنة إن شاء الله. وأجزاكم الله خير.